قال الفنان خالد محمود أنه مؤمن بالسينما النظيفة، حيث روى موقفا حدث معه في أحد الأفلام عندما طلب منه المخرج أن يقبل بطلة العمل وهو رفض، وسأل المخرج عن ضرورة البوسة قائلا: قلت للمخرج أنه يمكن تعويض المشهد بشكل يعطي إيحاء بأن القبلة حدثت بالفعل، وتابع: مشهد البوسة لا يضيف شيئا، يبقى بلاش نلعب على الغرائز ونشيل وزر حاجة حرام. وبالفعل تم التصوير بدون مشهد البوسة، كما نفى خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز على قناة MBC مصر كل ما تم تداوله عنه حول رفضه أن تمثل فنانة مشهد قبلات أمام زوجها المخرج أو الممثل في عمل درامي، وقال: أنا لم أصرح بهذا على الإطلاق، وأنا لم أتدخل في حياة أحد، ولم أعدل أبدا على قرارات أحد. ومن ناحية أخرى، تحدث الفنان خالد محمود لأول مرة عن حياته الشخصية باستفاضة، وقال في اللقاء أن جده من الصين، أما جدته فهي من تركيا، وتعرفوا في مصر، ونشأت قصة الحب بينهما على أرض مصر، وتزوج وعاش فيها. وأوضح أن جده قدم من الصين مع بعثة إسلامية لدراسة الإسلام في الأزهر، وتعرف على جدته التي تنتمي عائلتها للأتراك وتزوج. وأضاف أنه بعد حصول جده على العالمية من الأزهر قرر العودة لنشر الدعوة الإسلامية في الصين، ولكن أبناء جد ومنهم والده ولدوا في مصر وكانوا يتحدثون اللغة العربية، ولكنهم كانوا يحملون الجنسية الصينية، وتربى والده وأعمامه في مصر ودرسوا وتزوجوا وأكملوا حياتهم في مصر. أما عن حياته الشخصية، فقال خالد محمود أن ابنته الصغرى ورثت موهبة التمثيل منه، ويوميا تطلب منه أن تمثل أمامه وأن تظهر على الشاشة، وقال أنه يرى أن طريق التمثيل مرهق خاصة على البنت، والبعض منهن لا يستطعن الصمود أمام المشوار الطويل، لذلك هو يحاول إقناع ابنته بأن تلغي الفكرة وأن تبتعد عن هذا الطريق. وتحدث خالد محمود عن رأيه في العلاقات الأسرية، وقال إن سبب زيادة حالات الطلاق في المجتمع المصري هو البعد عن الدين، وعدم معرفة كل طرف بحقوق الطرف الآخر وواجباته. وأوضح أنه يتمنى أن يقدم الأزهر دروس توعية للمقبلين على الزواج. ومن ناحية أخرى، علقت الإعلامية ياسمين عز على الانتقادات والهجوم الذي طالها وبرنامجها كلام الناس خلال الأيام الماضية، ووجهت ياسمين عز خلال حلقة من برنامجها مؤخرا حديثها لمنتقدي البرنامج قائلة: لو مش عايزة برنامج كلام الناس ومش عاجبك ياسمين عز عشان بنقولك حبي جوزك المحترم واحترميه وقدريه، لو مش عايزة ياسمين عز عندك قمر الزمان والمكان الأستاذ عمرو أديب الكبير منور الشاشة والمحطة في برنامج الحكاية، برنامج الأستاذ عمرو أديب الكبير في كل حاجة وأي حاجة، مرأة ورجل وطبخ وفن وثقافة، بيعرفك إيه اللي بيحصل حواليكي بلغة سهلة وبالتفاصيل. لو زهقتي يبقى كمان من برنامج الحكاية، ولو إنه ما يتزهقش منه، صوت أستاذ عمرو أديب مزيكا بيطربني، ارجعي البرنامج ياسمين عز. أنا مش بقارن نفسي مع الأستاذ عمرو أديب، أنا شابة يافعة بأسس لمستقبلي، والأستاذ عمرو أديب هو من هو. ووجهت ياسمين عز الشكر لجميع المحامين الذين تطوعوا للدفاع عنها، وتابعت: لقيت أسطول محاماة اتخضيت، ولو أني مش في موقف دفاع، بشكر رجال بلدي المحترمين، بشكر الصحفيين والإعلاميين اللي كان ليهم كلمة حق، وبشكر الجمهور والسيدات اللي وقفوا جنبي. ومن ناحية أخرى، كانت قد تصدرت تطورات الحالة الصحية للفنان خالد محمود محركات البحث
في سبتمبر 2021 بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب عقب تعرضها لانسداد 4 شرايين بشكل مفاجئ، تسبب ذلك في أزمة صحية له واستدعت نقله لإحدى المستشفيات وإجراءه جراحة عاجلة. وعن أسباب تعرضه لهذه الأزمة الصحية التي تسببت في انسداد 4 شرايين بالقلب، قال الفنان خالد محمود أنه أجرى العديد من الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة، وجميع الأطباء الذين قاموا بمتابعة الحالة وبما فيهم أحد الأطباء بالولايات المتحدة الأمريكية أجمعوا على أن السبب في هذه الأزمة هو الزعل. وأشار الفنان خالد محمود إلى أن الزعل الذي شعر به لم يكن في يوم وليلة، ولكن نتيجة تراكمات بسبب الأمور الحياتية وضغوطها سواء على مستوى الفن أو على الحياة العادية. مضيفا: قبل تعرضي لهذه الأزمة الصحية لا أستطيع القول بأن هناك أمرا محددا تسبب في غضبي، ولكن تراكمات وطول ما احنا عايشين الحياة بتكون مليئة بالصعاب والمشاكل، وأنا من الأشخاص الذين لا يرغبوا في تصدير طاقة سلبية لمن حولهم، وبالتالي أكتم أحزاني وما يضايقني بداخلي. قال: الأطباء نصحوني بتغيير أسلوب حياتي بعد إجراء عملية القلب المفتوح، وأهمها الابتعاد عن أي شيء يغضبني أو يضايقني، وأنا قررت الابتعاد عن الشخصيات السوداوية التي تصدر طاقات سلبية طيلة الوقت، لأنهم الحقيقة تعبوني معاهم والحياة مش ناقصاهم، خصوصا وأنا بطبيعتي بحب الضحك والهزار حتى لو الدنيا صعبة معايا. وأنصح كل شخص إنه ما يزعلش ويتجنبه مصدري الطاقة السلبية في أي مكان. خلي بالكوا بقى. كما وجه الفنان خالد محمود رسالة للإعلامية ياسمين عز قائلا: أنت لو ترشحتي في مجلس الشعب هتنجحي عشان أنت نصيرة الرجالة. لترد عليه ياسمين عز: ربنا بيحميهم من عقبات الطريق. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين. قناتكم قناة أخبار النجوم. شكرا لكم.